أي رواية؟ إذا ممكن رواية أملككم لإرابة. تريد تتكلم بهذه؟ اقرأها الرواية. اقرأ رواية الأسود بن يزيد النخعي، كان به هذا النص. رواية القنطانة. مو رواية علقمة وشريح. أنا بدي رواية أملككم لإرابي. أي هو أنا راح أعطيك بيها موجود، أنا راح أعطيك بيها، راح أعطيك. اكتب اكتب معي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. الأسود. كانت إحدانا إذا كانت حائضة. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وشيباني الباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. طيب إربه خلص هذا الحديث ما الحديث نظام صحيح الشرح يا أمير الحديث الشرح تبعه كامل وكافي ووافي عم نتعلم هون ما يكاتب حدثنا إسماعيل المعنى الحديث بالإجمال إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا شرحها شرحها منو يمها هي تعلم منو كيف من يعلم منو مو انتم صار لكم 1400 سنة ضحكتم على الناس بهاي الحركة تتركون منو اللي داخل عند عائشة ومع من تتكلم وتروحون على نهاية الرواية انه امنا كانت بتعلم الناس كيف بيكون الله طوله 60 ذراع هذا اما منو اللي داخل عليها منو اللي سمع منها شنو سمع منها هذا ما تقولونه حتى يمشي على الناس هنا ما يشتغل فاشرح الرواية عدل منو اللي دخل عليها هذا محرم ولا مو محرم زوجها ابن عمها منو هذا اي منو شو اسمه الإسلامية وقف طالع لك اياها من موقع ثاني لا هو هذا الموقع هذا في اسلام ويب صح ولا مو صح لا ما هو اسلام ويب المكتبة الإسلامية مكتوب فوق اسلام ويب لا تكذب هذا مفتوح امامي سمع عبد الرحمن هل سمع عبد الرحمن ابو حاتم بن خليل نعم انا عبد الرحمن بن الاسود انا عبد الرحمن بن الاسود اي منو هذا عبد الرحمن هذا اخوها المهم شنو المهم دقيقة شنو هذا المهم عندكم ولذلك عض هذا واجا يركض لا هذا عندكم المهم إيه عد ماكو مهم منو هذا بطاقة تعريفية ممكن تابعي لا يعني مو من احنا لا ما اريد اعرف من هو كتاريخ اقصد هل هو من محارمها ولا لا يعني غريب يا اهلا ومرحبا هلا بي ايش بي هذا ام المؤمنين بالحادثه كاتب عم علمته بحكم انه كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اللي كانوا نساء يحتاضوا كان يأمر بالاتزار ثم يباشرهن اي المباشره يعني هون بمعنى الحديث يعني المباشرة هي القبلة إيش ما بدك تعتبر اعتبره بس نحن خلافنا كله يأملككم لإرابة لا دقيقة نجيها انتظر الآن عائشة جالسة تعلم هذا الأسود بن يزيد النخعي هذا الرجل أبو عبد الرحمن المتزوج بتعلمه كيف يباشر الحائض يعلمها
هو شنو كان يحيض هذا الأسود بن يزيد النخعي؟ لا والله كان بسوق النخاسين عند نرجس. كان بسوق النخاسين. فعائشة جابته حتى تعلمه. فعائشة جابته حتى تعلمه إذا حاض. كان عند نرجس. الآن نرجس ما لها دخل بالنص. ليش تجيب اسم نرجس؟ لا لا أنت مو متقولش كان عم يحتار. ما أقول لك كان عند. ما أريد نعرف ليش تعلمه. تعلم أحكام الحيض ليش؟ طيب هذا الأسلوب. اسلوب الافتراضيات وسؤال فرضي. شنو فرضي؟ شنو السؤال فرضي؟ مرة غريبة. لا 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 دقيقة دقيقة دقيقة. انت شبلك قشمر، هاي تعلمتوها من واحد كرفطة، اسحقكم واسحق الكرفطات اللي يمشون وتمشون وراهم. شب قشمر، شنو السؤال افتراضي؟ مرة غريبة فيطمع الذي في قلبه مرض يقفز عليها من الحائط يزني بيها يصير بيها طفل أسجن باسم أبو موسى الأشعري. كاف الغلام الأيفع سجلنا باسم الرجال. شنو هو يتكفل بنغولة عائشة؟ مرة غريبة رجل غريب، شلون ما أسأل سؤال افتراضي؟ شلون شلون غير غريب بغريبة يتلاقحون يتناكحون يخلفون؟ شبيك؟ هذا سؤال افتراضي، وهو وسؤال افتراضي لأن الكرفطة مالتنا كرفطة واحد كرفطة مصري قال هذا أمير القريشي بيقول سؤال افتراضي. ايه افتراضي؟ افتراضي لأنه غريب وعندي وحدة غريبة، ما هو ممكن يركبها وراح يجيب منها عيل وترميه في الزبالة. يركبها يا ولد، يركبها يا ولد، يركبها يا ولد. فأنا أسأل هنا هي ركبته ولا هو ركبه وهو حائض؟ تفضل. ولك طل ابن متعة. ابن متعة. حاولنا. ولك ابن متعة أم أطهر وأشرف منكم كلياتكم يا أولاد متعة. الله الله الله. إي نعم راح لعند أمه. عم يجنب على أمه وعم يتعلمه الحيض. رايح مجنب على أمه. رايح بيحيض على أمه. تكلم تكلم انا عايفك بالاتصال. رايح بالاتصال. اي عايفك انا. انت عم تسال سؤال فرضي. انت ما نعم فرضي لانه غريب، لانه غريب وهي غريبه وماموره ان تقر في بيتها وماموره ان تتحجب وماموره ان لا تخضع بالقول. فانا لي حق اسال، لي حق. ليش تعمل هذه؟ عندما يدخل امير المؤمنين مع احد قواري على سيدنا على امه. ما علينا، احنا ما علينا لا ابو بكر ولا بعمر ولا بعلي، ما علينا. علينا بهذا، علينا بالاسود بن يزيد النخعي الذي كان يحيض في بيت عائشه. امراه مفروض عليها الحجاب، مفروض عليها الالتزام الشرعي، مفروض عليها ان لا تخضع بالقول، مفروض عليها ان تقر في بيتها، مفروض عليها ان لا تاتي بفاحشه. الي حق احاسبها ولا ما الي حق؟ الي حق لك إلي حق حاسبها. مجنون. مجنون لأن حاسبها. يعني لازم أعوفها براحتها تلعب مع الرجال. لك إيش وين أنت عم تحكي عم الزنا وهذول فتحت. أنا لا ما بقول زنا، أنا سألتك هذا بأي شنو داخل عليها ليش؟ وأنت تجنيت بعد. انجنيت. مين داخل عليها؟ أم المؤمنين. أنا أم المؤمنين. أم المؤمنين يعني يجوز يدخل عليها بدون حجاب ولا شو؟ طلي ما قضيت انه ماني حافظ لا كامل نهائيا ولا ماني يدخل عليها. يعني أم المؤمنين يدخل عليها بدون حجاب عادي؟ بس طلي انا شفتك انت عم تقول املككم لاربي. الان جايينا هذا كم اذكر هاي النقطه. شنو أم المؤمنين؟ يعني راح لعند امه، يعني هاي القاعده العالميه. لا راح لعند امه ولا اللي عم تقول تقوم لاربي اصبح. لا لا انا هسه جايين هالارب وشون فحصت الناس هسه جايين. لا جايين هسه ابين لك الان التزوير ان شاء الله. هذا راح لعند امه باي طريقه شرعيه؟ راح لعند امه. جاوبني انت. انت بس شغلتك بس تزور وأسئلة افتراضية، يعني مثل بني إسرائيل بدك إيش البقرة؟ أي نعم أسئلة افتراضية. نعم إلا حمرة إلا إيشو. أسئلة افتراضية ما لها بالواقع ولا بالدين. لو الشغلة بتطلع لو الشغلة الدين بالعقل ما هو لبالهم. لبالهم يا ولد. ما هو الأسئلة الافتراضية الله لبالهم وانطاهم بقرة صفرة.
بس الله عز وجل انطانا مرة حمراء حميراء كانت تحيض من دبرها ومن فرجها، فالله عز وجل هم لبانا انطانا امرأة فتنة في الناس تحيض من فرجها ودبرها فلقبت بالحميراء، واعطى الله صفراء ذيك المرأة الفاسقة ان تفسد في الناس، فتلك صفراء وهذه حميراء. اسئلة افتراضية شنو؟ روح عم روح 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 على قولة أمير القريش، روح لا خلي الناس تضحك عليك، روح الناس يعرفون، روح روح شايفين لهم واحد كرفضته متعلمين هاي الكلمة. أسئلة افتراضية، إي أسئلة افتراضية، وطب بعينها كمسلم سني موحد مو كشيعي، لا والله أبد. تدرون بي أنا من أفتح ملف عائشة أتكلم كمسلم سني موحد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من يأتي من كن بفاحشة، يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذه وصايا إلهية لنساء النبي، هذه عصمة؟ لا، هذه وصايا. دير بالك، انتبهي، لا يزني، لا يقفز عليك، لا يجنب عليك، لا يطب ببيتك، لا يدخلك من الفتحة، سدي باب المطبخ يا حلوة، سدي باب الصالة عيوش، من تنامين طلع الغلام اللي يفع من بيتك، لا تخلين أبو موسى الصبح يجيب لك جيمر وعسل باعتباره العريس، اقعدي ببيتك عيب، قري في بيتك، لا تتبرجي، لا تخضعي بالقول، لا تتكلمين من ورائي حجاب، اس لا تتكلمين، لا تطلعين، لا تحكين، اس اس اس. هذه وصايا إلهية تجديد على شنو؟ على إنه هي لازم تصون نفسها. أنا من نسمع طاب الزلمة ذكر، ذكر يا ولد، يا ولد يا أبو عبد الرحمن، اسمه هذا الأسود بن يزيد النخعي، أبو عبد الرحمن يعني ذكر، متزوج ومطلع ذكر، وهذا ذا يروح يطمع، فيطمع الذي في قلبه مرض الأسود بن يزيد النخعي ويزني بعائشة، وين نودي ابنه؟ فمن أسمع إنه الأسود بن يزيد النخعي طاب بعائشة، طاب ببيت عائشة، طاب بعائشة، والله العظيم شنو هي صندوق. فمن أسمع إنه الأسود بن يزيد النخعي داخل عند عائشة وتروي له إنه كيف يمسح دم الحيض وكيف يفرك وكيف يجامع وكيف يقبل، كيف يبوس، كيف يباشر، كيف يداعب نساء، كيف يسوي مداعبة، وكيف يحرك شهوته يمه يا يابه، وكيف يحرك شهوت شهوة مرته يا يابه، وكيف هذا دخل هذا الزلمة؟ لا، انت تسأل سؤال افتراضي كما قال سماحة الكرفطة المصري، تعرفون انا من اقصد بس ما اريد اذكر اسمه، هذا واحد تافه، لا كرفطة مصري اتصل عليه قبل ايام وكبسته بقاعدة انه ما يذكر كتاب شيعي، وبعدين ذكر كتاب شيعي حتى يلغي الاتصال، حتى نقطع عليه لان هذا يعتبر خلاف للقانون. لا كرفطة المصري قال انت تسأل سؤال افتراضي، شنو هذا طابع ده يتكلم بوس وتقبيل ومجامعة ومداعبة شنو يا ولد شنو هذا؟ لا مسمح لك، لا البيت هذا طاهر، بيت امنا طاهر، عائشة بيت امنا عائشة طاهر وسيبقى طاهر، بيت امنا عائشة طاهر، يا با هذا شو يسوي بيته يتعلم احكام؟ لا تسأل سؤال افتراضي ممنوع. إذا عندك رواية تقول إن رجلا نزل بعائشة فزنى بها زنا كامل حتى قام وهي حامل، بهذا الوقت لك حق تشكيل، تقول ليش هذا الزنا بأمنا؟ عاد احنا نقدم لك ورقتين عرفي على الطرابيزة بسماحة مفتي الديار المصرية الجمهورية وابن عبد العزيز بن باز، نقدم لك الورقة نقول لك شوف أمنا عائشة هذه الرواية التي تقول نكحها فلان ابن فلان فأولد منها بغلا قاتل أمير المؤمنين في معركة الجمل، آدي ورقة الجواز العرفي اللي ضربوها على الطرابيزة ولا مؤاخذة وإنت ما شفتهم بذاك الوقت تردني، أما تردني لازم أسأل بس على الزنا، هذا وين هذا صاير؟ يعني لازم أكو رواية بها زنا إلا أسأل، إذا أكو رواية بها مداعبة ما يصير تسأل يا القريشي، خليهم واحد يداعب الثاني، ولكم عمي ما تستحوه، ولكم عمي ما تخجلون أنتم، هذا غيرة ماكو. لا إذا الرواية بها مداعبة هي تداعب له هو يداعب لها عادي،
هي تعلمه هو يعلمها عادي عادي فيها حاجة ما فيهاش. ما يصير ما يصير تتداعب بالزلم، ما يصير تداعب بالزلم خوي هاي والله العظيم. وك ما يصير تداعب بالزلم، الله قال لها قعد ببيتك خلاص بعد ماكو مداعبة. ما يصير لا، ادي سؤال افتراضي، هو زنى بها؟ ولك بابا هذا بحد ذاته حرام، هذا الكلام حرام، الدخول حرام مو بالكتب الشيعية، حسب القواعد اللي انتم حطيتوها، حسب القرآن اللي انتم تعتقدون به، هذا حسب قواعدكم مو حسب قواعد الشيعة. ما ادخل كتب الشيعة ابد. قواعدكم تقول تصرف عائشة حرام، قواعدكم انتم. بعدين واحد يجي يقول لا هذا سؤال افتراضي. ما من اللي تعبتم والله والله تستعملون هذه الطريقة لأن تعبتم، ما عندكم رد، ما عندكم تفسير، ما عندكم حل، مو عارفين شنو تسوون، ما عندكم أي شيء، فجالسين تتكلمون. هذا سؤال افتراضي، هذا السؤال من رد عليه.